يبدو ان الايام القليله المقبله ستعرف مفاجات جديده وغير ساره بخصوص ارتفاع اسعار الطاقه وبالخصوص اسعار المحروقات المرتفعه اصلا حيث اشارت مجموعه كريدي اجري كول في أحدث دراسة اقتصادية لها، إلى وجود مقاومة هيكلية لاقتصاد المملكة المغربية بالرغم من الأزمات، غير أنها تتوقع أيضًا أن يتضاعف سعر واردات الطاقة، الشيء الذي يشير إلى أنه قد ترتفع الأسعار أكثر خلال الأيام القادمة. وتوقعت الدراسة أن يتضاعف سعر واردات الطاقة، كما يوضح أوليفيه لوكا بيليك، الخبير الاقتصادي للمجموعة، بالإضافة إلى كبيرة الاقتصاديين في مجموعة كريدي أجري كول العالمية إيزابيل جوب بازيل